السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم أرفان في فيديو جديد ومع ساعة جديدة، ساعة نافي فورس. إذا نقوم بفتحها. إذا هذه كاردو غارونتي الساعة تاعنا، نغلفها بهذا الشكل. كاتبين 30 متر واتر ريزيست، مقاوم من الماء حتى 30 متر. الساعة كما نلاحظ هي لي باللوغو تاعها، الفيرونس تاعها هي 9038 كما نلاحظ 9038 نافي فورس فور دريم. إذا الماركة تاعها نافي فورس، هي ساعة أيضا صينية. إذا أهم المميزات تاعها أنها ساعة ملتي فونكسيون. واش فيها؟ إذا فيها تعطيك الساعة وتعطيك الأيام أسبوع، وتعطي لك ايضا لادات تاع الشهر. اذا فيها لادات تاع اليوم والاسبوع والشهر. اذا كيف نقوم بسحبها؟ اذا هنا نبدأ نلاحظ هذه سات ساتورداي السبت، سانداي احد، مونداي اثنين، تيوزداي ونسداي، تيوزداي فرايداي، عاود نوليو للسبت. اذا هذه راني بهذا الشكل نوجد لادات. الان بالشكل العكسي نمشي نختار ايام الشهر. اذا مثلا نختار 25 السبت، 25 السبت، 26. اذا بعد ما قمت بالريغلاج تاعها ردها والساعات اللي تخدم مباشره. ساعة ديزاين تاعها هائل جدا. هذه الساعة تكون خرجت في أواخر 2017، مستهرجة 2018 نورمالمون. ساعة جميلة جدا، واتر بروف 30 متر، ريزيستون دو لو. ديزاين تاعها جميل جدا نلاحظ. الداخل ما فيهاش حاجة كبيرة، فيها في الكادرون تاعها فقط اللوغو تاعها. الكادرون هذا ستانلس ستيل، اي مقاوم للصدى. لافيرميتي تاعها هنايا، نمسح هذه. لافيرميتي تاعها تكون بهذا الشكل، بسيطة جدا بهذا الشكل. لافيرميتي تاعها اوفرتير تكون بهذا الشكل، تفس على هذو زوج تنحل، تجيب هذا الشكل في اليد. بهذا الشكل ساعة أنيقة كلاسيكية. وزن تاعها يكون حوالي 150 غرام، ثقيلة نوعا ما. الموتور تاعها جابوني. نافي فورس أيضا هي كيما كورن، أيضا نقدر نقارنها تاني بميكير، تصنع ساعات قوية. الموتور تاعها قوي، تخدم بلابيل. إذا تقريبا هادو هما أهم مميزات هذه الساعة. اللي يبغي يشري هذه الساعة ولا تعجبه، نحط لكم اللين تحت الديسكريبسيون. ما تنساوش تدعمونا، دعمونا القناة بجامل لي كومونتير والاشتراك، ايضا بارطاجي ايضا مع اصحابكم اللي يبغيو يشريو هذه الساعة ولا يشوفوا الريفيو تاعها. اي تعليق او اسئلة تركونا في التعليقات، نجاوبكم ان شاء الله. نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.